السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية وبخير وبسلامة إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم هو من الكوزينة والمطبخ، باش نهضروا على شوية على النظام الغذائي الواجب من الأحسن اتباعه أثناء فترة العلاج، سواء كان بروتوكول علاجي اللي هو يعتمد على المضادات الحيوية أو بروتوكول طبيعي 100% كما شرط ليه وكما هضرت عليه في الفيديو السابق. قبل ما ندوز الأغذية اللي من الأحسن تناولها في أثناء فترة العلاج واللي خصني نعتمد عليها حتى بعد الشفاء إن شاء الله من جلطة المعدة، نبغي نشير الأشياء اللي خصكم تقطعوها نهائيا في أثناء فترة العلاج. من بين هذه الأشياء اللي هما كاين القهوة، ممنوع القهوة، هذا أنا القهوة عزيزة عليا لا ثانية، ولكن ممنوع عليا القهوة أيضا، ومازال لحد الآن الحمد لله واخا بخير إلا شربت القهوة كنحس فغيمون بإزعاج. إذا من الأحسن تقطعوا القهوة في مرة، أنا كنهضر على نفسي كضرني بزاف. كاين القهوة، المقليات، أي حاجة مقلية، دوك المقالي ديال الزيت وهذه ضارة للمعدة، سواء بنادم مريض أو بنادم ماشي مريض. صراحة من بعد الشفاء مدة طويلة ممكن بنادم مرة يقلل منه، يعني شوية مرة، ولكن فترة العلاج من الأحسن بنادم يلتزم. كاين شي حوايج راه بحال لا كنصوم، اللي كنصوم كنصوم وكنلتزم، يعني الصيام ما ناكل ما نشرب. ففترة العلاج ديال جرثومة المعدة فغيمون كاين شي حوايج اللي خصهم يتقطعوا في مرة، ماشي انه مرة لا يتقطعوا. عندكم القهوة، المقليات، عندكم الحليب مشتقاته، جميع اي حاجة عندها علاقة بمشتقات الحليب حتى هي تحيدوها. كاين كذلك الحار، اي حاجه حاره، البزار والتحميره حاره وداكشي، او الحار الطبيعي ديالنا اللي كنصاوبوه. وكذلك لي زيبيس اللي هما تكثروا العطريه، ممنوع تكثروا العطريه. يعني انا في فتره فاش كنت كنتعالج راه كنت كنسم فقط بالملحه فقط وزيت البلديه، هادشي طبعا باش كنت كنطيب. ممنوع جميع انواع لي زيبيس، حتى الا درتو كديرو شويه من الحاجه، ولكن كنقول شويه من الحاجه، مثلا شويه تحميره بارده، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الكركم، كنانسيست على الكركم طبيعي، ماشي داك الزعفران ديالنا ديال الوراق، ولا كركم يكون مضمون ويكون طبيعي 100%. الابزار لا الاسود ولا الابيض ولا التحميره حاره ممنوعين بتاتا، تحيدو. كذلك بالنسبه للخضروات، الخضروات من الاحسن يكون داكشي طايب، طيبوهم. انا الخضروات ما كنتش كناكل حتى شي حاجه خضراء من غير واحد جوج، انا غنقول لكم من بعد. وكذلك الفواكه، حتى الفواكه ما كنتش كنتحمل، ما نقدرش نتحمل شي حاجه اللي هي كرو، يعني اللي ما طايباش. حتى الفواكه قطعتها، كنت كناكل بعض المرات شويه ديال التفاح، والتفاح من الاحسن يكون داك الاحمر اللي طايب، ماشي الاخضر، الاخضر سيكون شويه حامض. كذلك خصنا نقطعوا اي حاجه حامضه اللي فيها الحموضه، بحال الحامض بيان سيغ، البومبلوموس، وكذلك مطيشه ممنوعه ما تاكل لا في لا طايبه ولا في دون اون سالاد، يعني ما طايباش. حقاش حنا عارفين كطيبوا بمطيشه، ولكن خصكم تحيدوها نهائيا، غنعطيكم باش غتعوضوها. حاجه اخرى اللي مهمه كذلك في اثناء فتره العلاج اللي هو تبتعدوا على العدو، هو الرقم واحد، ماشي غير جرثومه المعده ولكن الجهاز الهضمي ككل والجسم الانسان ككل، اللي هو التوتر، ستريس. ستريس هو العدو رقم واحد لجميع الامراض في العالم، وكيخرج بزاف على الجهاز الهضمي. وانا صراحه ستريس هو العدو الاول، هو اللي كيهلكني، لانه شويه طبيعتي ستريس، ولكن الحمد لله الحمد لله مع الحجر تعودت انني نتهدن، وانه غلاتي بزيري شوز، يعني ما حتى حاجه ماشي مهمه وحتى حاجه ما عندها اهميه كبيره من غير الصحه والعافيه. كذلك اللي نصيحه اللي نقدر نعطيكم هو ان بنادم خصو يدير شويه الرياضه. ملي كنكونوا طبعا مرض كنعانيو، راني عارفه
اي حاجه كديروها راه مجهود كبير يعني. بنادم تيكون انا كنت كنوض غير باش نطيب ماكلتي كانت كنهز لها الهم، لان بنادم تيكون بصحته على قد الحال ديك الساعه. ملي كنهضر على الرياضه كنهضر ولو المشي على قد على قد الواحد في النهار يعني 15 دقيقه 20 دقيقه. المشي 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 وما حدنا كيتحسن وكيزيد اما في مده المشي او كيزيد في القدرة ديال الرياضة. مثلا ملي تحسو بخير فيها باس ملي يبقى يجري شوية او يدير شوية ديال العفوق سمو ميسكولير اللي هو تقوية العضلات على حساب المقدرة ديال طبعا ديال كل واحد. الدراري راه عندهم بزاف ديال لي شوا في الرياضات. البنات انا كنصح خصوصا البنات العيالات كنصحهم برياضة المشي او المشي السريع، وكذلك اللي هو العفوق سمو ميسكولير يعني تقوية عضلات الجسم كامل. كنديروها اما بشويه ديال ليزالتير، ليزالتير ما تيكونش داكشي ثقيل طبعا، تيكون الماكسيموم 1.5 كيلو. وكاين بزاف بزاف ديال التمارين لتقويه عضلات الجسم بالنسبه للنساء راه كاين في يوتيوب موجود الخير هذا من ناحيه. فتره العلاج اشنو كنت كناكل؟ قبل ما ندوز شنو كنت كناكل غنكمل لكم حاجه اخرى اللي من الاحسن تقطعوها فتره المرض اللي تكونوا مرضين وكتعاني، اللي هي اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء لانها كتكون صعيبه شويه في الهضم. الا لقى بنادم يقطع جميع اللحوم كلها من الاحسن ويعوضها بالسمك، ولكن انا عارفه ان السمك صراحه شويه غالي وماشي الواحد ما يقدرش ياكله 3 4 مرات في السيمانه من بزاف. ممكن تاخذوا السمك مره 2 مرات في الاسبوع على حسب الاستطاعه، وطبعا يتحضر بطريقه صحيه ناشفه يعني اما الفران اما داكشي ديال البقليات وهذه مستحيل حيدوه. او خذوا الفيلي ديال بولي البياض ديال الدجاج لانه تيكون سهل في الهضم. فقط من الاحسن تاخذوا الفيلي ديال الدجاج، هو يكون طبيعي ويكون من مصدر موثوق يعني تشريوه من بلاصه اللي كتعرفوا شنو فيها ويكون مزيان، لان تتكون عندنا المعده جد جد حساسه. فبالاحسن اي حاجه كتاكلوها كتدخلوها لكرشكم تكون مضمونه. هذا من جهه. طبعا نعرف ان فتره اللي تيكونوا مريض جرثومه المعده كتكون عندهم كذلك من الاعراض اللي هي فقدان الوزن. فقدان الوزن بصوره كبيره جدا، وانا كنت طبعا عانيت من فقدان الوزن يعني كتكون واحد لا شوت دو بوا اللي هي كبيره كيهبط الوزن، لان اي حاجه كريضه كضرنا ما تنقدروش ناكلو. فشنو اللي عاوني في فقدان الوزن باش انه نسترجع شي، وانا كنتعالج وانا فتره العلاج يعني انا مازال مريضه، اللي عاوني باش ناخذ شويه ديال الوزن او على الاقل ما تكونش عندي ديك الفقدان الكبير، اللي هو الارز الاصفر، لانه غني فيه بزاف ديال الكالوري. دونك تيعاوني كنت كناخدو كندير معاه، كنديروش طبعا بوحديتو، كندير معاه جميع اي حاجه بغيت في ليغوم، اي حاجه في الخضار اللي عز عليكم في الخضار ديروهم. كنت كندير خزو، جلبانه، كورجيت، شنو اخر كندير الملفوف. الاشاره كنت كنكثر بزاف بزاف الملفوف وكان معاه الخضار، يعني كندير بحال مثلا شويه الخزو شويه الجلبانه شويه الكورجيت شويه لي زاري كوفير، ولكن الملفوف كنكثر كندير كميته تكون اكبر وكندير شويه ديال الرز. وهذا الاكل راه هو اللي كنت كناكل، راه شي مرات كناكل في النهار كامل هو اللي كناكل، يعني كنتغدى به وكنتعشى به، كندير كميه كبيره لان ما كايناش الطاقه باش اصلا نبقى نطيب كل وجبه بوحديتها. كنديرهم في الغداء كنتغدى به وداكشي اللي بقى عاوتاني كنتعشى به باش نسم هاد الطبق، لان عارفه الروز كيبغي مطيشه تيبغي تكون شي حاجه شويه حموضه. باش كنت كنسم بالحامض، ولكن ماشي اي حامض اللي هو الحامض المسير المخلل. وهذا جميع المخللات اولا نحب نشير لكم انها كتكون غنيه بالبروبيوتيك. المخللات خصكم تعتمدوها اثناء فتره العلاج
وكذلك حتى بعد الشفاء ان شاء الله، يعني تكون دائما في نظامكم الغذائي، لانها غنيه بالبروبيوتيك الطبيعي، هي اللي كترفع نسبه الجراثيم النافعه في الجهاز الهضمي. دونك انا هادو المخللات ديما عندي، الحامض مصير راه تندير مثلا، دابا هادي عندي، هادي كاينه وحده اخرى راه حتى هي جاهزه للاستعمال، مازالين جوج اخرين في الستوك مازالين تيطيبو. وكذلك المخللات هادي درت فيها بوحديتها غير الملفوف، هذا راه طايب راه جاهز للاستعمال لاني بديتو، يعني راه بديتها كناكلها، وكانت وحده يلا ساليتها فيها جميع انواع الخضروات. الخضروات كتختاروا اللي بغيتو وكديروه الترقات، كترقدوا على الطريقه المغربيه، الطريقه شوفوا في يوتيوب راه كاين موجود بزاف ديال الفيديوهات كتهضر على الطريقه الطبيعيه، يعني ما كاينش شي مواد ضاره ولا كلشي طبيعي. هادشي راه فيه هضره فيه غير شويه د الماء، شويه د لوريغون اللي هو الزعتر، كنقول الزعتر لوريغون، شويه ديال الثومه والملح البحري. كنانسيستي على الملح البحري، ملي كنرقد راه كنرقد بالملح البحري. حاجه اخرى نبغي نشير ليها هو انه في الاكل اللي كنت كنطيب كندير بزاف ديال البصله والثومه، ولكن طبعا طيبين مشحرين مزيان، لانه البصل والثوم حتى هما كذلك فيهم فيهم بزاف الفوائد للجهاز الهضمي، ولكن من الاحسن يكونوا طيبين مزيان. كنشحرهم مزيان مع الزيت البلديه، عاد كنضيف داك الشيء اللي بغيت. الاصدقاء من ابي الاصدقاء اللي هما نافعين كذلك الجهاز الهضمي، هادو بجوج ما كانوا حتى هما كيخطاوليش ليهم، الخيار والخس كناكلهم بزاف، خصوصا دابا سخن الحال، يعني كندير بزاف ديال السلطات بهم، وكذلك هما قلت من بين الاصدقاء ديال الجهاز الهضمي، لانهم ساهلين في الهضم، ما فيهم لا دهون، ما فيهم حتى شي حاجه، ما فيهم تحموضه، كنحس انهم صراحه كينفعوني. بغيت نشير واحد الحاجه بالنسبه للشاي الاخضر، الشاي الاخضر الاتاي اللي هو اتاي ديالنا المغربي، انا صراحه كان تيضرني، فاذا كنت حضرته بالطريقه المغربيه كيضرني، اللي هي كنديروا سكر واتاي والماء ونغليوه كيضرني، كنت كنديرو غير على الطريقه هاد الدراري الله فطر الصباح، ملي كندير اتاي خضر وكندير عليه الماء طايب، ما كاين لا سكر لا نعناع حتى شي حاجه، وكنشربو هكذاك كينفعني، الا غليتو كيجيب لي الحرقه، هكذا تينفعني الشاي الاخضر، وكنحسو صراحه مضمد مضمد للمعده. الشاي الاخضر طبيعي الحبوب ديالنا عليه تقول ما طايب وتشربوه وبدون سكر، وهنا الاشاره السكريات اثناء فتره العلاج تقطعوها نهائيا، يعني ما كاينش نهائيا سكريات. بعد الشفاء ان شاء الله تنقصوها من نظامكم الغذائي ومن حياتكم بصفه كبيره جدا، خصوصا السكر الصناعي، داكشي اللي تيكون معلك مصاوب في برا وكتحسوا انه كله مشبع بالسكريات. لا تقدروا ديروا حلويات يعني مصاوبينهم على يدكم، عارفين دايرين فيهم، وتكون نسبه السكر قليله، والاحسن ديروا حتى السكر الاسمر. المهم كاين بدائل، كاين بدائل طبيعيه، او تشريو من بلايص موثوقه اللي تيديروا داك، يحاولوا يديروا داكشي شويه صحي، ينقصوا فيهم السكريات، لان باش بنادم يحرم نفسه 100% شويه صعيبه، ولكن السكر خصكم تحطوها في راسكم انه عدو كذلك الجهاز الهضمي، لانه دوك الميكروبات النافعه اللي في الجهاز الهضمي كيتغذوا على السكريات، اذا كيزيدوا يتكاثروا كيتقووا كيتقوتوا كما تنقولوا. فمن الاحسن فتره المرض تقطعوا السكريات نهائيا، من موراها تنقصوا بزاف السكريات من حياتكم من نظامكم الغذائي بصفه عامه. اذا هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يفيدكم كذلك. في التعليقات اكتبوا لي شنو الحوايج اللي بغيتوني نهضر لكم عليهم، كذلك شنو الحوايج اللي بغيتو نوريكم اللي كنت كنعتمدها، ولا مثلا في الطبخ اللي كنت كنطيب واللي كناكل واللي ينفعتني. هنا حاولت نعطي معلومات بصفه عامه، ولكن شي حاجه بالتفاصيل او شي تساؤل او شي حاجه بغيتو نهضر عليها كتبوها لي في التعليقات، مرحبا والف مرحبا.
هذه هي نهاية الفيديو، كنتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونتمنى إن شاء الله الجميع يتشافى يا ربي، لأن عارفة شحال صعيبة جرثومة المعدة. الله يهون على الجميع والله يشافي الجميع، وحطوا في بالكم هي صعيبة بزاف ومهلكة، لأننا كانت هلكتني صراحة ماشي في صحتي، في دماغي، في شعري، في ظفاري، في البشرة، في كل شيء، ولكن ممكن الشفاء منها، وطبيعيا الى التزمنا درنا شويه المجهود والصبر، لانه كتبغي خصوصا الصبر في العلاج ديالها، خصوصا الى اعتمدت على الوسائل الطبيعيه. نتمنى لكم موفور الصحه والعافيه، والله يشافي الجميع، وشكرا للجميع، تحياتي.